الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المكثف والطويل نسبيا موضوع كيف تدمر معنويات الشعوب في إطار حديثنا عن فلسفة التنمية. لكن هذا الموضوع له بعد أمني، استراتيجي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، تكتيكي، بكل ما في الكلمة معنى. وأرجو أن يتلقفه الكثير من المسؤولين في بلادنا حتى يفهموا ما الذي يحدث على المستوى الاستراتيجي، وأظن بأن الكثير منهم يعلم ماذا يحدث الآن. أبدأ بالمقولة المحزنة: ضع أحمقا مسؤولا عن ألف عبقري، ستكون النتيجة كما يأتي، سيصبح العباقرة حمقى وسيزداد الأحمق حمقا. هذه من أخطر المقولات التي قرأت ودرست عنها في حياتي الأكاديمية. الاستراتيجية السوفيتية كما وردت على لسان يوري بيزمينوف في 1984 عن كيفية التكتيكات والطرق والاستراتيجيات أو الطرق التي استخدمها السوفييت قبل أن ينهار الاتحاد السوفيتي في محاربته للغرب. خطوات تدمير معنويات الدولة المستهدفة، وكان طبعا كل الدول الغربية مستهدفة في حالة يعني الاتحاد السوفيتي سابقا. أول شيء بث الدعاية والرعب من أجل تدمير المعنويات، ثم زعزعة النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي القائم، خلق أزمات داخل الدولة المستهدفة، ثم الصمت لمدة، ثم إعادة المحاولة حتى يسقط النظام. هذه الطريقة بائدة الآن، لم تعد قائمة. هناك الآن طرق يبتكرها الغرب وتبتكرها الصهيونية حتى تدمر معنويات كثير من الشعوب، ومنها الشعوب العربية الإسلامية. كيف الآن؟ يعرف علماء النفس الاجتماعي social psychology ظاهرة انهيار المعنويات general demoralization بأنها شكل من أشكال الاضطراب الوجودي existential turbulence، الاضطراب الوجودي يتزامن مع انهيار الخارطة الإدراكية للأفراد، أو ما يسمونها cognitive map، الخارطة الإدراكية. ماذا نفعل؟ لماذا نحن هنا؟ لماذا مثلا نحن سائرون في هذا الطريق أو غير سائرين في طريق آخر، وهكذا. فهنا يتزامن مع انهيار الخارطة الإدراكية، ما يسمى cognitive map، في مجتمع ما. تنبض ظاهرة انهيار المعنويات من وتشمل أزمة نفسية روحية psycho-spiritual crisis، يفقد فيها الأفراد قدرتهم على تقدير وتقييم مخاطر ما يحدث من حولهم من أزمات. ما هي الأزمات؟ أزمة بيئية، أزمة أخلاقية، أزمة نفسية، أزمة اقتصادية، أزمة تعليمية، أزمة اجتماعية، أزمة روحية، أزمة سياسية، إضافة إلى فقدانهم الأمل بأي شكل من أشكال تحقيق الذات والنهوض والرقي والتقدم المادي والروحي. في هذا الوضع الذي لا أمل فيه بالنسبة للأفراد فاقدي المعنويات، لا يعود للعالم الذي يعيشون فيه أي معنى بما فيه من قيم وأخلاق وعقيدة واتجاهات، وتصبح كل هذه المعاني فارغة بلا أي قيمة بالنسبة لهم. تسود في هذه البيئة المعنويات المحبطة والغضب والمرارة والهزيمة على كل الصعد. بالنسبة لمعلم المدرسة يفقد الأمل بالتربية، وبالنسبة لأستاذ الجامعة يفقد الأمل بالتعليم والتدريس، ويفقد الوالدان الأمل بحياة أسرية مليئة بالعاطفة وتهيمن حالة نفسية على الأفراد بأن المكان الذين يعيشون أو الذي يعيشون فيه أو عليه ليس وطنهم، وبالتالي لا يعنيهم خرابه أو صلاحه. لاحظوا، وبالتالي لا يعنيهم خرابه أو صلاحه، وجوده أو اندثاره. تنهزم جموع البشر أمام أي عارض في حالة انهيار المعنويات، تنهزم جموع البشر أمام أي عارض داخلي وخارجي إذا كانوا منهاري المعنويات، مهما كانت عددهم أو كان عددهم وعدتهم أفضل. يعزي علماء النفس الاجتماعي هذه الظاهرة إلى فساد الطبقات العليا من المجتمع واستغلالها لموارد المجتمع كي تزيد هذه الطبقات من تنعمها ورفاء أفرادها، ولا يحصل بقية أفراد المجتمع إلا على ما يبقيهم أحياء كي تستدام دورة الاستغلال والإحباط، استغلال الأغنياء والأقوياء للضعفاء، وإحباط الطبقات الدنيا من المجتمع. تؤدي ثقافة الاستهلاك أو ما يسمى consumer culture إلى إضعاف هيكل الشخصية الفردية والجماعية، وتدمير قدرة البشر على التكيف مع المستجدات
التي لا تصب إلا في مصلحة الأقوياء والأثرياء وتقوية سيرورة انهيار المعنويات العامة. ما هي سمات المجتمع منهار المعنويات؟ هذا سؤال خطير. الفردية، المادية، المنافسة الشديدة، القلق، الطمع، تعقيد أمور الحياة، العمل المضني الشاق من أجل كسب لقمة العيش، ابتسار الأمور للعجل والاستعجال، كثرة الديون على الأفراد، جفاف الفكر المتنور أو ندرته، فساد السياسي والإعلام. ترتبط كل هذه الحالات مع الصحة النفسية للأفراد والجماعات، فكلما زادت حدتها تدهورت الصحة النفسية لهم. هنا الآن لا يهتم الفرد في ظل هذه الأوضاع المأساوية المزرية، لا يهتم الفرد إلا بنفسه وخاصته، تنهار العلاقات الاجتماعية البينية، لا يهتم البشر بالشأن العام خاصة بالنظافة العامة والذوق العام، لا يخلص العامل الموظف بعمله، لا يهتم العامل الموظف إلا بما يكسبه بصرف النظر عن نوعية عمله وإنتاجه، يرتفع اهتمام الفرد والجماعة بالقيم المادية والشهوات، ويسود منهج حياة غريب أسماه العلماء منهج استمناء الحياة. هذا من أخطر المصطلحات التي مرت علي بحياتي، منهج استمناء الحياة، كأنما الفرد يستمنئ وهو يعني خلينا نقول ممارسة الجنس virtually، أعوذ بالله من غضب الله، masturbatory approach to life. هذا من أخطر ما يمكن أن يحدث في أي مجتمع. نتابع. هذه الآن الصورة المحزنة، انهيار المعنويات وفقدان الخارطة الإدراكية. لا يعلم أفراد المجتمع الهدف من وجودهم. هذا التأمل بشعر، هذه حزينة، هذه تمسك بشعرها حزنا، هذه تفرك عينيها حزنا، هذه تمسك بشعراتها وبشدة حزنا، هذه تنظر بحزن، هذه تتألم، هذه حزينة، هذه تتألم، هذه حزينة. هذا نموذج بسيط عن المجتمع منهار المعنويات. عوامل انهيار المعنويات العامة في هذه الأيام كما يصوغها الغرب والصهيونية ضد المجتمع العربي والإسلامية. الآن الفردية والأنانية المفرطة كما ذكرتها، المادية وجفاف الفكر المتنور، المنافسة الشديدة غير الشريفة، القلق والكآبة، الطمع وحب الكسب السريع، فساد الطبقة السياسية وتعقيد أمور الحياة، العمل المضني الشاق من أجل كسب لقمة العيش، ابتسار الأمور اللي هي العجل والاستعجال وإعلام فاسد، كثرة الديون على الأفراد. كل هذه العوامل تحاول الدول الغربية والصهيونية بثها في المجتمعات العربية الإسلامية، وأرجو الله لنا العفو والعافية. جفاف التعاطف الاجتماعي أو التعاطفات الاجتماعية، هنا التعاطف الاجتماعي، جفاف مصادر الحكمة الاجتماعية، التراجع الفكري واسع النطاق، وضع الدولة مواطنيها تحت مراقبة حديثة من أجل ابتزازهم، صياغة القوانين الصارمة من أجل ترويض الناس. هنا موت الإبداع إلا في الأمور التي تضر المجتمع وقيمة، انفلات أخلاقي على نطاق واسع، مجتمع واسع، النهم بإشباع الرغبات المادية. هذه الآن كل العوامل التي يحاول الغرب بثها في المجتمعات العربية الإسلامية، وأرجو إن شاء الله أن يحبط عملهم. نتابع. سببت الحركة النسوية الحديث المتحررة بانتشار شكل بشع من الأخلاق غير السوية تطالب بزواج المثليين ومعاقبة كل من يقاوم هذا التوجه. هذا الآن هاتان الفتاتان أو هاتان المرأتان تناديان، أنا أريد أن أتزوج من صديقتي وأنا موافق، من يعترض سنلجوه بنعالنا. أحد مظاهر انهيار المعنويات وخراب المجتمع. وهنا زواج المثليين والاعتراف الدولي الواسع النطاق مع الأسف الشديد بزواج المثليين ورفع أعلامهم، وكأنها الآن أصبحت أعلام دولة. في ظل هذه الأوضاع الاجتماعية لا يجد الناس قيما مشتركة توحدهم، فالقاسم المشترك بين معظم الناس على الرقعة الجغرافية التي يقطنها فاقدو المعنويات لا تتعدى الأنانية، هذه قاسم مشترك بينهم، أنانية والجشع والطمع بما يملكه الآخرون. ليس هناك فلسفة حياة حقيقية، ليس هناك تقوى أو ورع أو تقديس الوقت
أو حب الإنتاج أو مساعدة الآخرين المحتاجين، ليس هناك نخوة أو شهامة. بشكل عام تنفقد المعايير المرشدة لعامة الناس، ولا توجد بوصلة وجودية أو كما سماها الفلاسفة existential compass كما يسميها علماء النفس الاجتماعي. فيسود العقل التاجر أو المتوجر commercialized mind، ما المقصود به؟ أن يركز عقل البشر على فقط الكسب والتجارة وما شابه، مهما كانت رخيصة ومهما كانت غير أخلاقية. إذن فيسود العقل التاجر المتوجر الذي لا يفكر إلا بما يكسبه من أي نشاط حتى لو كان حبا. والفلسفة العقيمة كما سماها نعوم تشومسكي philosophy of utility كما يسميها، كما ذكرت الفيلسوف نعوم تشومسكي، حيث يعرى الناس من أي قوة سوى أنهم قوة شراء للأكل والشرب والاستجمام والتناسل الدنيء، فاقدوا جوانية أنفسهم وطمأنينتها وسلامها، ضعيفوا التأثير في المجال العام. والسبب في كل ذلك أن النظام الحاكم، السياسة الحاكم، لا يبالي إلا بنفسه وانشغال النخبة الفكرية بتدبير أمور حياتها البائسة. هنا أقتبس من القرآن الكريم هذه الآية الكريمة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذا أغرق الإنسان نفسه بالشهوات فلا تلبث الطبيعة حتى تنقلب عليه ليواجه مآسيها وسخطها. لاحظوا هذا التمثيل الصوري الآن في بعض المجتمعات الفقيرة التعيسة. هنا لنلتقي، هذا الشاب يتصل مع صديقه أو مع صديقته: لنلتقي الليلة في النادي الكل قادم، أحضر المشروبات معك. لا تهتم يا صديقي. تجيب هذه: سأذهب إلى الكوافير، هناك تخفيض على تلميع الأظافر، $50 على الإصفر. نعم نعم كل شيء جاهز. هذا نموذج مثالي لحياة التهتك وانهيار المعنويات العامة. نتابع: تعمل ثقافة الاستهلاك وإشباع الشهوات على إدامة ما يسميه الفلاسفة الفراغ الوجودي existential vacuum، وهو المؤشر الحقيقي لانهيار المعنويات العامة. تعبر ظاهرة الفراغ الوجودي عن نفسها في سلوك الأفراد والجماعات بأشكال متعددة، منها الملل من القيم الحميدة والعمل الجاد المنتج، فقدان الأمل بكلام السياسيين من الطبقة الحاكمة، وتصبح المبادئ بلا معنى. تمتلئ حياة الفرد والجماعة في ظل هذه البيئة بالإرهاق وعدم الرضا، وتتحول حياتهم إلى ملل وجودي existential boredom كما يسميه الفلاسفة، حيث يرى الفرد بأن الحياة غير ممتعة ولا تكافئ الفرد بشيء جديد. يعزي علماء النفس الاجتماعي هذه الظواهر المميتة إلى إفلاس النظام السياسي والإعلام الفاسد، وعدم قدرة هاتين الجهتين على تجديد حياة الناس وتعبئتها لمصلحة الكل ومصلحة الوطن الذي يقطنونه. يعمل النمو الاقتصادي الذي يهدف إلى إشباع رغبات وشهوات الناس بلا قيود. لاحظوا لي المصطلح هنا والكلمة: النمو الاقتصادي الذي يهدف فقط إلى إشباع رغبات وشهوات الناس بلا قيود وليس موجها نحو سد حاجاتهم. هذا يعمل على تقويض إنسانية الإنسان، حيث تنخفض المتع الإضافية من الاستهلاك وتنخفض باستمرار لتقترب من الصفر، وهنا يصل الفرد الجماعة إلى منعطف خطير من انهيار المعنويات، لأنه ليس هناك من جديد في حياتهم. يقول علماء النفس الاجتماعي بأن ظاهرة الانتحار اللافتة في المجتمعات الغنية ما هي إلا تمثيس عن حالة وصول الفرد إلى ذروة الإشباع المادي بسبب متلازمة فقدان الإشباع، أو اسمها أنهيدونيا عند الأغنياء. فالفلسفة الاستهلاكية والموت النفسي ظاهرتان متلازمتان لا تفترقان. هذا يقول: لا أعرف أين أذهب، هيام بالحبيب، عدم تركيز، حزين، كآبة شديدة، فقدان أمل. هذا يتأمل بالنجوم لأنه ليس هناك ما يشغله، كآبة وقلق. هذه صورة مثالية عما يحدث لشباب اليوم في كثير من الدول الفقيرة والمستبدة. متابع على بركة الله. يرى علماء النفس الاجتماعي بأن الوقت قد حان كي نخاطب موضوع الصحة الثقافية cultural health والعودة إلى حقيقة طبيعة الإنسان باعتباره كائنا يمتلك خواص طبيعية
وحاجات إنسانية لابد من النظر إليها بعين الحرص والمتابعة، وتشكيل ما يسمى الشبكة الأخلاقية Moral Net، التي تعنى برعاية الفرد وتقوية عزيمته في مواجهة الصعاب، وتوفير ما أطلق عليه عالم النفس الاجتماعي راؤول نارول البنية الثقافية الضرورية لرعاية نفسية أعضاء المجتمع، لرعاية نفسية أعضاء المجتمع. هذا الآن انحدار المعنويات العامة يجبر الأفراد على تقمص شخصيات تختلف عن شخصياتهم الحقيقية. هذا يحتاج إلى قناع الكذب، يعني هنا قناع الكذب معناه أنه كذاب، فيحتاج أن يغطي على قناع الكذب، قناع النزاهة، قناع الفرح، هذه حزينة لكنها تلبس قناع الفرح، هذا قناع الوقار، قناع الوفاء، قناع الأمانة، كل واحد يريد أن يغير شخصيته لأن داخله يختلف عما يقول ويسلك أمام الناس بالظاهر فقط لا غير، وهي جزء من انهيار معنويات أو demoralization التي يعاني منها المجتمع الفقير البائس المستبد. هنا الآن فئة فاقدي المعنويات بسبب غياب الشبكة الأخلاقية والبنية الثقافية الحميدة. لاحظوا الآن هذه معلمة متقاعدة، جندي متقاعد، أستاذ جامع متقاعد هنا بغواتيمالا أو سنغافورة، عفوا بغواتيمالا أو بالأرجنتين أو في الدول من الدول المستبدة، من مال الله أي شيء مقبول، طعام، ملابس، أطباق فارق نقود. يبين العالم راؤول نارول بأن انحدار الشبكة الأخلاقية تحت مستوى معين يعمل على إصابة أفراد المجتمع بأمراض نفسية متعددة ويقوي سيرورة انحدار المجتمع. ومن أجل تفادي هذه الأمراض لا يمكن أن تتمكن الشبكة الأخلاقية في المجتمع تحت الدراسة من مواجهة حاجات الأفراد النفسية الاجتماعية الروحانية بما فيها الهوية الثقافية والشعور بالانتماء والأنشطة التعاونية من أجل شبك الأفراد بالجماعات وأفراد بعضهم ببعض وتقوية العلاقات الإنسانية بينهم. ويستدق قائل أنه لا يمكن تحقيق ذلك من خلال تزوير انتخاب ممثلي الشعب وصناعة الجمعيات والأحزاب المزورة التي تدعي تمثيلهم كما فعل الشيوعيين بالسابق. هذه الفتاة تقول أنا ضحية البنية الثقافية المنحدرة، كآبة، بطالة، فقر، انحدار أخلاقي. يقول الفيلسوف إريك فروم بأن وجود إطار تعريفي لأفراد المجتمع حول البنية الثقافية والشبكة الأخلاقية التي ينبغي الالتزام بها يعد ضروريا لمجرد وجود البشر، من غير ذلك تنحدر المعنويات ويأكل الصغير الكبير ويبطش القوي بالضعيف كما هو حال الدولة المستبدة. يضيف قائلا بأننا في الدول العظمى والمستبدة نعيش تحت وطأة الجنون الثقافي، وهذا مصطلح خطير جدا، cultural insanity، الجنون الثقافي. ولم يسبق بتاريخ البشر أن فقد الناس هويتهم الإنسانية كما نلاحظه في هذه الأيام، حيث لا قيمة للإنسان سوى ما يجنيه القوي والغني منه. هذا الآن قبل الأخير، هذا يخاطب، قلت له بأن أخلاق المجتمع تنحدر، فقال بأن الفريق الرياضي الوطني سيكسب الرهان. تعمل أهل الدول المستبدة خاصة وسائل الإعلام والتواصل الجماهيري على تسليع البشر، أي جعلهم سلعا تباع وتشترى، وتعمل أجهزة الدعاية الكاذبة التي يسيطر عليها المستبد على تشويه الصورة الحقيقية أمام الناس بواسطة التضليل والخداع. ونتيجة لذلك تستمر المعنويات بالانهيار نحو الأسوأ، فالآلة الإعلامية لا تعطي أولوية إلا للأمور التافهة. وكلما شعر الناس بالهزيمة أمام الاستبداد زادت نزعتهم نحو الاستسلام وقبول الكذب والخداع مهما كان مصدره ونوعه. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة، وأرجو منكم أحبتي أن تنشروا هذا المقطع على نطاق واسع حتى نحن والمجتمعات العربية الإسلامية لا نقع فريسة لما يخطط الصهاينة والغرب له ويكيدون لنا، لا، ولكن الله سبحانه وتعالى في نحورهم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.